بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني، اشتركوا معنا في هذه القناة وادعمونا بآرائكم، ولا تنسوا الإعجاب وتفعيل الجرس. بسم الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ نعرف أن رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القريشي، ولكن الذي لا نعرفه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أول الأنبياء خلقا، وذلك مصداقا للحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعد. عندما خلق الله آدم عليه السلام ورفع بصره إلى العرش، وجد مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسأل ربه: من هذا محمد الذي جعلت اسمه مع اسمك؟ فأجاب رب العزة: إنه نبي آخر الزمان وسيكون من صلبك. وهكذا ظهرت نبوة محمد منذ بدء الخليقة. وكان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في جبهة آدم، ولما حملت حواء بنبي الله شيت انتقل ذاك النور من آدم إلى حواء، فلما وضعت شيتا انتقل النور من حواء إلى شيت. وهنا نقف ونقول أن الكثيرون لا يعرفون نبي الله شيت، فنبي الله شيت هو ثالث أبناء آدم عليه السلام، ومن سلالته كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنور سيدنا محمد بدأ ينتقل من نبي إلى نبي إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يحكي آدم لابنه شيت عن الجنة، كان يقول له: يا بني، ما مررت بمكان في الجنة إلا ووجدت اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله عز وجل لعيسى: آمن بمحمد وأمر أمتك أن تؤمن بمحمد، فلولا محمد ما خلقت الجنة والنار ولا خلقت سمائي ولا أرضي. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قدره عند الله، لقد جعله حبيبا. وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله سبحانه وتعالى يصلي على خلق من خلقه، وذلك لمكانته العظيمة عند الله ولقدره عند الله. ونحن مسلمون، أمرنا الله بأن نصلي عليه، ولكن نجد الكثيرون عندما يذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟
وراهي ما أنف امرئ أذكر عنده ولم يصلي عليه. ما معنى راهي ما أنف امرئ؟ أي أن المرء إذا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس ولم يصلي عليه فهو يدل ويحتقر في ذلك المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة والعدد يتضاعف. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب الرزق والبركة إلى المنزل. فيا إخوان صلوا على سيدنا محمد، وخاصة ليلة الجمعة ونهارها، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، يرد عليه الله روحه ذاك اليوم يوم الجمعة فيرد عليك السلام. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك بالقناة، ودعمونا بآرائكم، فزكاة العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن الذي لا نعرفه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أول الأنبياء خلقا، وذلك مصداقا للحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعد. عندما خلق الله آدم عليه السلام ورفع بصره إلى العرش، وجد مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسأل ربه: من هذا محمد الذي جعلت اسمه مع اسمك؟ فأجاب رب العزة: إنه نبي آخر الزمان وسيكون من صلبك. وهكذا ظهرت نبوة محمد منذ بدء الخليقة. وكان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في جبهة آدم، ولما حملت حواء بنبي الله شيت انتقل ذاك النور من آدم إلى حواء. فلما وضعت شيتا انتقل النور من حواء إلى شيت. وهنا نقف ونقول أن الكثيرون لا يعرفون نبي الله شيت. فنبي الله شيت هو ثالث أبناء آدم عليه السلام، ومن سلالته كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنور سيدنا محمد بدأ ينتقل من نبي إلى نبي إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يحكي آدم لابنه شيت عن الجنة، كان يقول له: يا بني، ما مرضت بمكان في الجنة إلا ووجدت اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله عز وجل لعيسى: آمن بمحمد وأمر أمتك أن تؤمن بمحمد، فلولا محمد ما خلقت الجنة والنار ولا خلقت السماء ولا أرضي.
فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قدره عند الله، لقد جعله حبيبا وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله سبحانه وتعالى يصلي على خلق من خلقه، وذلك لمكانته العظيمة عند الله ولقدره عند الله. ونحن المسلمون أمرنا الله بأن نصلي عليه، ولكن نجد الكثيرون عندما يذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ رغم أنف امرئ أذكر عنده ولم يصلي عليه. ما معنى رغم أنف امرئ؟ أي أن المرء إذا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس ولم يصلي عليه، فهو يدل ويحتقر في ذلك المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والعدد يتضاعف. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب الرزق والبركة إلى المنزل. فيا إخوان، صلوا على سيدنا محمد، وخاصة ليلة الجمعة ونهارها، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، يرد عليه الله روحه ذاك اليوم يوم الجمعة فيرد عليك السلام. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك بالقناة، ودعمونا بآرائكم، فزكاة العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.